ذكركم مشاهدينا بمسلسل خاتون يلي عم ينعرض من الاثنين للجمعة للساعة 7 المساء عبر شاشة الان تي في. مسلسل في من خلاله مراحل تاريخية كتير مهمة بالعالم العربي وأيضا قصص حب عم بتصير بحارات الشام القديمة. خلينا نشوف مشهد وبنرجع. أحلى دمعة شاي لأحلى شباب. سلموا سلم إيديك زويش. بكرة الوعدة يصلوا الرجال من العمارة. وقلتك حيصل عدد منيح. من يوم يومهم رجال العمارة ما بيقصروا لخليل وبإذن الله رح يكون العدد منيح إن شاء الله. ومن شان صاحبنا مثل ما فهمتكم كله من تحت لتحت. ولا يهمك إن شاء الله خير. خير خليلو. وأيضا الليلة مباشرة بعد نشرة الأخبار حلقة جديدة من مسلسل مثل القمر بالجزء الثاني. تطورات كثيرة وأحداث عم بتصير. بذكركم بأنه قمر عم ينعرض من مثل القمر عم ينعرض من الاثنين للأربعة على الساعة 9:15. أيضا منتابع الليلة مساء الاثنين على الساعة 9:30 مع حلقة جديدة من منا وجر وضيف الحلقة الإعلامي جورج إرداحي. هيدي كانت لمحة سريعة عن بعض البرامج اللي موجودة كلها على mtv.com.lb وعبر ابلكيشن الام تي في. اما هلا فرح ناخذ وقفه سريعه ونتابع مع ام تي في لايف. خليكم معنا.